كوكبة جديدة رعى تخريجها الكاردينال إدوين أوبريان وبمشاركة السيناتور الأمريكي الدكتورة نانسي ستايلز وبحضور رئيس أمناء جامعة الأمريكية الدكتور معروف البخيت وسفير الفاتيكان في الأردن ألبرتو أورتيغا مارتن والبطريرك فؤاد الإطوال. يا خالق العالم وما فيه، يا من خلقت الإنسان على صورتك ومثالك، جعلت منه وكيلا لك على الأرض، منحته العقل ليكتشف أسرار الكون، بارك جمعنا، بارك دراستنا، بارك جامعتنا، باركنا نحن الذين نهلنا من هذه المؤسسة مبادئ العلم والحكمة والأخلاق، وفق خريجي هذه السنة في حياتهم. ألقى الكاردينال أوبريان كلمة قال فيها أن حضوره اليوم يمثل حضور الكنيسة الكاثوليكية صاحبة هذه الجامعة ليشارك الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة فرحتهم بالتخريج، حيث يتوج في هذا الاحتفال ثمرة مسيرتهم العلمية والأكاديمية، معبرا عن شعوره بالفخر بهذا الإنجاز ومقدرا جهود كل من ساهم في الوصول إلى هذا اليوم. And I am here representing the Catholic Church, the owner of this university, and I am delighted to be here. Graduations such as this are precious times when we join to recognize academic achievements. It is a particular privilege and pleasure for me now to be with you and to celebrate with you. من ناحية أخرى تحدثت السيناتور نانسي ستايلز عن تميز الجامعة الأمريكية والعاملين بها، مؤكدة أنها واكبت تطور الجامعة منذ البدايات والتقدم الذي حصل خلال فترة وجيزة برعاية الكنيسة البطريركية اللاتينية والكنيسة الكاثوليكية. Faculty, students and their families, I bring you greetings from New Hampshire and all who work so hard to establish the partnership between your university and the higher education community in the United States. Michael King and I have come to celebrate this wonderful occasion with you all today. رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور منير تبابنا وفي كلمته الترحيبية أشار إلى أهمية وجود الجامعة الأمريكية في مدبا التي نالت شرف الرعاية الملكية، لافتا إلى أن الجامعة تعتبر ملتقى لأكثر من 29 جنسية من مختلف دول العالم. My dearest graduates, you will always have a special place at the heart of the American University of Madaba. I'd like to send you off with a final advice. Get out there and try life. Don't let fear confine you within the possible. All the possibles were once impossibles. Remember that fear is not a driver, but an obstacle. من جهتهم عبر الخريجون عن اعتزازهم بجامعتهم وانتمائهم إليها وسعيهم خلال مراحل الدراسة لإتمام وتحقيق رؤى الجامعة على أرض الواقع. صراحة كثير أنا فرحان ومبسوط أنه من الجامعة هاي تخرجت وأنه انضمينا لهاي الجامعة. دكاترتنا اسم الله عليهم جد، أنه كل واحد كان يعني بيعطينا زي إشي زيادة على معلوماتنا، فكان إشي كثير ممتاز. وشمل حفل التخريج مقطوعات غنائية عالمية قدمته الأكاديمية الأردنية للموسيقى، وتلاها في ختام المراسم تسليم راعي الحفل الشهادات على الطلبة الخريجين من كليات الهندسة والعلوم الصحية وتكنولوجيا المعلومات واللغات والعمارة والفنون وكليتي المال والأعمال.